انا عايز استاذنك، انا كنت قاعد في الصالون بسمعك. اتفضل يا فندم. مع احد تلاميذ الدكتور زويل. ايوه الدكتور محمد صالح. الحقيقه يعني النهارده كنت بتكلمني السيده نانا زويل، وده زي اختي بالظبط، صغير اخت احمد. ايوه. وعاتبه جدا انه يعني ساعات المناسبه بتمر اذا ما كانش افتكرها واحد زي شريف عامر ما حدش بياخد باله. لا العفو ازاي. صحيح. لا يعني انا اقترح انا شخصيا ان يوم ميلاده او يوم حصوله على جائزه نوبل يكون عيد العلم المصري. صحيح. لأن دي أول مرة لانطلاق للعالم عالمية ويمثل قيمة من للعالم المصري. بالظبط، العالم المصري إلى حد كبير جدا، لأنه ما هيش عارفة تعين بنتها وعندها مشاكل. أنا ربنا قدرني وعينت لها واحدة بأجر بمرتب في المكتبة، أختها الثانية لسه. فعايز أقصد أخونا الدكتور أحمد زايد ربنا يديله الصحة يعني يساعدها، لأن أحمد زويل اسم غالي على هذا الوطن. صحيح. صحيح. والحقيقة كان مفعم بالآمال والتطلعات والطموحات الزائدة لمصر، كانت عينيه تبرق لما يتكلم عن مستقبل البحث العلمي في مصر. صحيح. بس يعني زي ما بيقولوا كده، حتى وما إن كانش هو له ابن مباشر إلا أنه له أبناء علماء كبار زي اللي يعني أنا عاز زي كل أصدقائه، زي فاروق جويدة وزي كثيرين يعني يروا فيه نموذج مبهر لشباب مصر. صحيح. في مرحلة معينة. صحيح. عليه. صحيح. رحمة الله. الله يرحمه.